من الألفاظ التي ينبغي أن يحذر منها ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء المعروف بالجواب الكافي. يقول رحمه الله: كان السلف رحمهم الله يحاسبون أنفسهم على بعض الألفاظ التي منها هذا يوم حار، هذا يوم بارد. انتهى كلامه رحمه. يقول بعض الشعراء: يرغب المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكر، إنه لا يرضى بحال أبدا، قتل الإنسان ما أكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما ثبت عنه في المسند، قال: إن ابن آدم إن أصابه حر قال حسي، حسي كلمة توجع وتألم، وإن أصابه البرد قال حسي. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ابن آدم لا يمكن أن يرضى بحال من أحواله في هذه الدنيا. إن جاء الشتاء قال يا ليت الصيف يأتي، وإن أتى الصيف قال يا ليت الشتاء يأتي وهلم جر. وهذا يدل على ماذا؟ يدل هذا الحديث على أن ابن آدم لا يمكن أن ينعم بسعادة أبدية لا تتغير عليه ولا تكدر عليه صفه إلا في جنات النعيم. أما هذه الدنيا فإنها جبلت على كدر، كما قال الشاعر: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب من الماء جدوة نار. هؤلاء هم السلف، كانوا يتورعون عن كلمة هذا يوم حار أو هذا يوم بارد. ولكن يجوز أن يقول الإنسان على سبيل الخبر هذا يوم حار أو هذا يوم بارد أو هذا جو، كما هو تعبير بعض من الناس، هذا جو زفت. سب الدهر وتلوم الدهر وعدم الرضا بما يكون في الدهر هذا سب لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله. ليس معنى ذلك أن الدهر اسم من أسماء الله، لا، وإنما الدهر هو بيد الله عز وجل، مخلوق يصرف الله عز وجل فيه ما يشاء من الحرارة، من البرودة، من الخير، من الشر، فالمتصرف هو الله عز وجل. أما إذا ذكر اليوم بأنه حار أو أنه بارد أو جو وصفه بوصف ذميم يريد من ذلك الخبر، لا يريد من ذلك الغضب أو عدم الرضا، إذا كان لا يريد إلا الخبر فلا بأس به. لأن لوط عليه السلام لما جاءه قومه وجاءته الملائكة قال: هذا يوم عصيب، قال: هذا يوم عصيب. والصحابة رضي الله عنهم لما افتقدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة قالوا: بتنا بشر ليلة بات بها قوم، وصفوا الليلة بأنها شر، قالوا: بتنا بشر ليلة بات بها قوم، لأنهم كانوا يخبرون. أما إذا كان منزعجا من الغبار أو من الجو، من حرارته، من برودته، فإن في هذا ذما لله عز وجل وهو محرم.